السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اتفقنا أنا والشباب نزور مكان جديد، وكالمعتاد اجيت قبل الوقت بساعة وقعدت انتظر وانتظر. قلت أنا بمكان ما انتظر، ليش ما أروح أصور لي فد شي جديد؟ ورحت الأسد بابل، كانت الحديقة اليمة حلوة وتخبل وجميلة. قعدت أصور ومن الصبح أشوف هيش منظر، كل شي حلو وجميل. فتحت النفس وقلت ما حد راح يخرب المود حتى لو اجى صديقي الحامض. احنا افتريت على اسد بابل مو مرة، اكثر من مرة، وراح تشوفون وكأنما ما شايف اسد بابل. صدق شباب، انا هاي اول مرة ادخل يم اسد بابل، لحد يستغرب من الموضوع. وافتريت يا الله، وراح تخلص الفرة الأولى. وبدينا بالفرة الثانية. بالبداية وقفت وهم افتريت، وافتريت الفرة الثالثة بس بطريقة تختلف، هالمرة بالعكس حتى لا حد ينتبه عليا. جيت منا ورصدت شي جميل وحلو، قلت أشاركه وياكم. صراحة هذه الورود جدا عجبتني، لازم تشوفوها. وعفت هذا المكان وكان اروح يم عبد الله بن علي، شفت منطقة خضراء ثانية، قلت هم معبر اصورها بدربي، بس العصافير والطيور ما اسولف لكم. زرازير وفخاتي، يعني مو اي شيء ثاني، باكر القاكم كلكم تصيدون. تفاجأت الصراحة بهيك شيء، بالبصرة عندنا هيك اماكن خضراء؟ مستحيل. وأنا أمشي وأصور عوف خيالي لا تباوع له. وصلت للنهر وكان أفتر بسرعة حتى لحد يشوفه، لأن يعني تعرفون نهر العشار ما يحتاج أسولف لكم عليه. هاي العصافير دوختني، والحمامة شلون اجت من فوق فاجئتني بصوتها الجميل، بس هم ما قعدت راحة وراحت تتعارك. وكل هذا الوقت عدى شباب وانا انتظر، وانتو شاهدين على كلامي. الاصدقاء لهسه ما اجوا، اللي المفروض هما يوصلون قبلي. وبقيت انتظر وانتظر وانتظر واصور. هو غير يشبع من التصوير ولا شبع. يا رحمة الله، واجاني اتصال من واحد منهم، وينك فهاوة؟ هاي اول حكاية قل لي اياها. قلت ما يخالف، عبر عبر، شو تسوي؟ عمرنا لله. شباب حد هنا عوفكم، روحوا كملوا الفيديو براحتكم وانا روح اتعارك وياهم. صدق شباب نسيت اقولكم، اليوم ترى 1/4/2022 هو اللي سجلنا بيه هذا الفيديو.